سير 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 يا بشير. لا شمال بلا جنوب، لا شمال بلا جنوب، لا جنوب بلا شمال، لا شمال بلا جنوب، لا شمال بلا جنوب، لا شمال بلا جنوب. الأخ المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، الأخ نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، الإخوة الوزراء، الإخوة القيادات التنفيذية والسياسية، أهلي مواطني ولايات الجنوبية وعلى رأسهم السلاطين، السلام عليكم. أخ رئيس هذه اللوحة الجنوبية التي تقف أمامك اليوم جاءت لترسي رسالة إلى أوكامبو وإلى عوان أوكامبو وإلى ما خلف أوكامبو وعنهم، إننا في السودان موحدين صفا واحدا خلف البشير وجنوب. اليوم كما حاصرك اليوم الجنوب أمامك والجنوب خلفك والجنوب على يسارك والجنوب على يمينك، وأنت اليوم أصبحت زعيما للأمة السودانية. يا اليوم ليقولوا نحن أهل السودان، نحن أهل السودان مع البشير، نحن أبناء الجنوب مع البشير، البشير الذي حقق لنا أحلامنا في الحكم الفدرالي، البشير الذي حقق لنا أحلامنا في الثورة التعليمية، هي ستقف جامعات بحر غزال وعلى نيل وجوبة شواهد على الثورة التعليمية رغم ظروف الحرب ورغم مكايدات الأعداء، فجرت الثورة التعليمية. البشير الذي حقق لنا التنمية العمرانية في مجال الكهرباء والمياه والطرق، البشير الذي وجه بالنقل الكهرباء من روسيرس إلى الرنج ومن ثم إلى بقية أجزاء الجنوب أو الجزء الغربي من السودان، البشير الذي ألغى كلمة النازح بالنسبة للإخوة من أمناء الجنوب ووجه كل الولايات الشمالية أن يهتموا بأمناء الجنوب، وهم أمامك اليوم مواطنين من الدرجة الأولى في ولاية الخرطوم وفي ولايات الشمالية، على رغم مرور 4 سنوات من عمر سلام هم لا زالوا يتواجدون يتمتعون بالمواطنة الذي جعلته واحدة من الثوابت الرئيسية في دستورنا وفي علاقاتنا الوطنية، أن تكون المواطنة هو القاسم المشترك لأهل السودان. جاءوا اليوم أخ رئيس ليقول لأوكامبو أن أردت أن تدير بأقارب الساعة إلى الوراء إلى القرن 19 اللهجة الاستعماري. جاءوا اليوم ليقول لأوكامبو لأواني نحن نرحب بهذا القرار إنه تعود كمستعمر، لأنه نحن أفاد مندن الذي أجهزت الاستعمار في مناطق النوير في ثورة النوير، ونحن نرحب بكم في أهرائش الاستوائية، لأن نحن أفاد الملك ملك الزاندي بدوي الذي هزم أجدادك، ونحن نرحب بمنازلتكم في ديار دنكا لأن نحن أحفاد كون النوك الذي هزم ورفض أن يعترف بمحكمة المستعمر، نحن أحفاد زعماء النوير الذين طلب منهم
فجورهم أن يأتوا بيد المستعمر، وفعلا تم قطع يد المستعمر وضربوا به طبول دكارة النوير في منطقة وات. نحن اليوم آخر رئيس أمام ملحمة تاريخية، كما قلت بالأمس إنه في زمان في القرن التاسع عشر ما كان في مواصلات، ما كان في اتصالات، لكن الحرب كان دائرة مع المهدي في شمال وقطعوا رأس القردون باشا، وفي جنوب قطعوا يد المستعمر في مناطق واط وفي دار الدنكة وفي دار الزندي. نحن اليوم نقول نحن أحفاد حول الأبطال أن ردتم أن تعيدوا بالتاريخ إلى الوراء، فنحن جاهزين لكم. فنحن أخ رئيس جايين نقول لك زي ما بقول المثل السوداني، الجمل يمشي والكلب ينبح، الجمل يمشي والكلب ينبح، فأمضي إلى الأمام بالتنمية، أمضي إلى الأمام بالتنمية في جنوب، أمن سدود في بدين وفي مريدي وفي كناتي وفي بحر غزال، أمن سدود، أمن الطرق في جنوب، وكل الكلب ينبح، وكل الكلب ينبح. الثورة التعليمية تستمر تحت قيادتك، أمضي إلى الأمام بتنفيذ اتفاقية السلام، أمضي إلى الأمام بحل قضية الشرق في إطار مبادرة أهل السودان، أمضي إلى الأمام بوحدة الصف. اليوم يا أخواننا في فرق بين حاكم وبين زعيم، في فرق بين حاكم وبين زعيم. نيلسون مانديلا كان زعيما قبل أن يكون حاكما لجنوب أفريقيا، لأنه وقف للمبدأ، مبدأ بتاع مقاومة الاستعمار العنصري. اليوم البشير رمز لمقاومة الاستعمار الجديد، فالبشير اليوم ليس حاكما فحسب، إنما زعيما سودانيا تتوحد خلفه كل شرائح المجتمع، المسلمين والمسيحيين، الجنوبين وناس دارفور وناس الشرق وناس الشمالية. وكان تتويجك قبل قليل أخ رئيس رسالة من أمناء السودان، منحوك مواطنة أهلك النوير في ميم، بتتويجك بتوج من اليوم، من اليوم، من اليوم. البشير ليس جعليا فقط، إنما هو من أمناء بل في بلاد النوير. اليوم توجوك، توجوك سلطانا للدنكة. الليلة البشير ما من هجبان نقا، الليلة البشير من أمنا رومبيك، من أمنا بور، من أمنا ويل. الليلة البشير توجوه بتاج بتاع الملك بدوي، ملك الزاندي. أصبحت من اليوم، أصبحت من اليوم زعيما لقبيلة الزاندي. فالدفاع عن البشير، الدفاع عن البشير، الدفاع عن البشير ليس مسؤولية الجهل، إنما مسؤولية أمناء السودان. كما ذكر المتحدثين من قبلي إن المساس بالبشير هو استفزاز لعزة وكرامة أهل السودان جميعا، ودم نبقبل بينه يجي ميسو أبوه، دم نبقبل إنه يجي ميسو سلطانه، إلا بعد ما ينتهوا مننا كلنا، إلا بعد ما ينتهوا مننا كلنا. هل أنتوا جاهزين؟ هل أنتوا جاهزين؟ هل أنتوا جاهزين؟ هل أنتوا جاهزين؟ يا أخ رئيس سمعت جاهزية أهلك من أمناء الجنوب، جاهزين. أنت بس زي ما قال دكتور مكول، شغل شغلك، شغل شغلك، ما تتكلم عن موضوع أوكامبا ده، ما تتكلم عن موضوع أوكامبا ده، لأنه كل ما نتكلم عن أوكامبا وبفرح إنه اسمه، إنه اسمه ناس برددوه، ويكفيك، يكفيك رضا أهلك أخ رئيس، يكفيك إن رفعت اسم السودان عاليا وجعلته اسم السودان.